جاهز للدور، ازاي بتشتغل على نفسك، ازاي بتتعب قبل ما تخش اي عمل. فاحنا فرحانين بيك ومتشرفين بتواجدك معانا هنا، وبنقول لك مبروك طبعا على شدة الجزاء، وفيلم ما شاء الله افلام الملايين، وان شاء الله دايما دايما ملايين اكتر واكتر، ودايما بتطور نفسك ودايما بتجتهد ودايما في نجاح. الحمد لله. الله يخليك استاذ. يعني الواحد الحمد لله، يعني ربنا بيقول ولا يلقاها الا الذين صبروا ولا يلقاها الا ذو حظ عظيم. فالحظ ليه دور معنا بشكل كبير جدا، ولكن يعني الصبر يعني محطته قبل محطه الحظ. يعني لازم تعدي على الله. المثل الاعلى يعني في اغنيه لمنير كده بيقول: ويمكن الهنا متداري في صبري عليك. يعني هو وصف الصبر ده اكتر، والهنا ده يعني مش مخليك شايف ايه اللي ورا الصبر ده. فيعني يا رب الناس ما تبصش الجزء الفاضي من الكوبايه، بص الجزء المليان. ان محمد رمضان ده واحد مننا، واحد بسيط جدا، اهله ناس بسيطه، وقدر انه ينجح. اذا في امل. يعني انا مثلا السنه اللي فاتت كنت مختار موضوع مسلسل اسمه غير لائق. كان ولد غير لائق اجتماعيا، قصه شبيهه بدايتها شبيهه لعبد الحميد شيخة، لو حضراتكم. كان حاجه غريبه وبقى. لا غير غريب. هو ده كنت يعني كان يعني مشروع لم يكتمل، كان تريتمنت بس. انما غير لائق ده انا كنت ماضي مع شركه فيردي اللي هي اللي هو كان محمد عبد الحميد ومحمد سمير. فمثلا كان الاعتراض على غير لائق ان انا عايز اقول ان في امل ان الشباب تنجح في زماننا ده. يعني ان ده ولد غير لائق كمان، زي قصه عبد الحميد شتا اللي هو اللي انتحر. احنا عاملين البطل بتاعنا ما بينتحرش بقى، قدم خريج في وزاره السياسه والسلكه الدبلوماسي غير لائق اجتماعيا. الدكتور بتاعه قال له معلش الناس دي معقدين شويه، قدم في السلك الاقتصادي وان شاء الله تقبل. وكان مخليه هو اللي بيشرف على التسعه، الدكتور بتاعه التسعه اللي هم اللي هيقدموا في السلك الاقتصادي. العشره راحوا قدموا، عبد الحميد برضه طلع غير لائق اجتماعيا وقالوا عليه بذره الثوره وانتحر، وقالوا من قتل عبد الحميد شتا. فانا عملت يعني خدت نفس الموضوع، ولكن هو مش هينتحر ومش هيستسلم وهينجح في الطرق الشرعيه. قلت ان يبقى الغرض من المسلسل فكره يعني الامل للناس. قالوا لي اصل الكلام ده يعني بدون ذكر اسماء ناس قالت لي الكلام ده مستحيل، مفيش كده، مفيش حد بينجح. رحت قلت لهم طب انا نموذج كده، والاستاذ اللي بيتكلموا طول على فكره وحضرتك نموذج كده، انت كان يعني مين بدات ازاي مين بذورك؟ ما انت راجل بسيط برضو. طب احنا شفنا الامل ليه نشوفه ونعميه او نخلي الناس ما تشوفوش؟ ما دام شفته الدلع الخير كفاعله. يعني انت شفت ان الحياه فيها امل من خلال مشوارك، ممكن يبقى في مجال مختلف عن بقيه الشباب، ولكن اقول للناس يا جماعه في امل. انا راجل نجحت الحمد لله رب العالمين، وما كانش فيه اي محسوبيات ولا اي حاجه. اذا ربنا، انا ضد فكره دار الباطل الدنيا، لان ما فيش دار باطل والحق فيها موجود. ربنا موجود في الدنيا وموجود في الاخره.